مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. بطلب عدد كبير من المغاربة نشوفوا القصة ديال أمينة. أمينة 29 سنة كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق، وبطلب عدد كبير من المغاربة بعض النقاط ما كانتش واضحة في الموضوع، لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع. أمينة 29 سنة تأطرت بقصة إيمان 26 سنة لعدد كبير من المغاربة تبعوها. الهدف الأسمى عند أمينة أنه تعرف الأب ديالها البيولوجي. أمينة كيفاش كبرات، كيفاش عشت مع الناس اللي رباوها، كيفاش في الأخير عرفت الأم. ولكن السؤال الأخير، أين هو الأب؟ هو موضوع النقاش. أسباب مسببات الملف غنشوفها بدقة معها. إذا كان ممكن تساعديني في المعطيات باش نستوعب الهدف ديالنا، شكر الله عز وجل والمغاربة ومجهود جبار كيديروا من أجل ما يساعدوك توصلي ليه. عاودي لي القصة ديالك من الأول، كيفاش دزتي وحنا غادي. السلام عليكم، الاسم ديالي أمينة اللي عاشت بالتبني. عشت هاد الإنسانة اللي تبناتني، الله رحمها. تبناتني، كنت عايشة بخير، كنت هي هذيك يعني غادة بخير. واحد النهار في العمر ديالي 10 سنين قالت لي بأنك راه ما قالتش لي، قالت لي الأخت ديالي، قالت لي شوفي راه كاينو يعني راكي بالتبني. عودت لي القصة، قالت لي راكي ماشي ختنا حقيقية، يعني ختنا بالتبني. صافي قلت لها كيفاش، يعني سولت كيفاش. انا ديك الساعه كنت واخا كنت باقا ما عارفاش، قلت لها كيفاش. قالت لي راه عندك الام ديالك في كازا، كتسكن في كازا، وعندك الاب ديالك اللي الاسم. عودت لي القصه، قالت لي الاب ديالك كان مع، كانت الام ديالك خدامه عندك الناس، كانت عندهم خدامه تصاحبت مع ولد مولين الدار فاش ولداتك انتيا. حنا كنا ديك الساعه مع الام ديالنا، هذه الاخت ديالي كتعاود لي، قالت لي كنا مع الام ديالنا، قالت لي كنا عايشين معاها الام ديالنا، يعني واحد الانسانه اللي ساكنه عند هاد الناس اللي كانت خدامه عندهم. الوالده الحقيقيه ديالي كانت صاحبتها، كانت صاحبه الام اللي رباتني. باغين عندهم واحد السيده كانت خدامه عندهم، وراه وقع عليها، وقع عليها راه كانت مع ولدهم، وها كاين وها كاين، وراه باغا تعطي هذيك البنيه ما عرفوش ديك الساعه واش ولد ولا بنت. المهم قالت لها باغا تعطيها، حيت ديك الساعه ما كانت هي دايره لا والو، ما عارف ما دايره التلفازه لا والو. قالت لها باغا تعطيها هذيك الام، قالت لها انا نشدها، انا ناخذها ماشي مشكل. صافي خدا يعني جات عندهم، تفاهمت معاهم، قالت لي ما تعطوها لي هذيك السيده اللي الاسم ديالها المراكشيه، هي اللي تدخلت. قالت لي راه كاينه السيده يعني اصلها دوكا هي اللي غدي الدريه. صافي مشات الام ديالي للسبيطار باش غتولدني، ولداتني، جيت انا خداتني هذه السيده اللي تبناتني، والام الحقيقيه ديالي رجعت عند الناس تخدم عندهم. كيفاش وعلاش كيفاش رجعت عندهم؟ النهار الاول من يعرفوها راه حامله، ودي قالت لها يعني شكون ها يعني مين هذا الشيء، قالت لها راه ولدك. قالت لها لا ماشي من ولدي. جا الاب ديالي، الاب الحقيقي ديالي، جا قال لها داك الشيء ديالي، قالت لي يعني عيرته هذا، قالت لي لا. صافي داز القصه، قالت لها دروك غادي تعطيه، بغيتي تبقاي خدامه معنا غادي تعطي، ما بغيتيش تبقاي خدامه معنا غادي دي بنتك ولا ولدك وتمشي بحالاتك. قالت لها امي ما عندها ما دير بيا، انا غادي نعطيه. صافي عطاتني فاش تبناتني، فاش قلت لكم جات انا في طاكسي وهي في طاكسي، فاش تبناتني هاد السيده اللي رباتني. الاب ديالي مني جا، انا عاودوا لي الناس اللي تبناوني هما اللي كيعاودوا لي هاد الشيء. الاب ديالي مني جا قال لهم، قال لها فين هو داك الشيء اللي كان عندك اللي كنتي حامله بيه؟ قالت لي عطيته، حتى هي مني بغات تولد صيفطوه ما خلوش معاهم، يعني شوف نصيفطوه الله اعلم. مني جا سول قالت لي ما كاينش يعني هاد، يعني قال لها فين هو، فين هو داكشي اللي كانت حامله بيه؟ قالت لي عطيته، قال لها الله ينعل الام اللي كتعطي ولادها، هذيك مشيتو مشى لبرا مشى لامريكان. صافي انا هادشي اللي عاودت لي الاخت ديالي. المعلومات اللي عندك عليه هو قبل ما يمشي لامريكان فاش كان خدام؟ كان عنده طاكسي حمر، كان خدام في طاكسي حمر، وكان ساكن مع الوالدين ديالو وكان مع الوالده ديالي. العنوان فين كان ساكن معاهم؟ درب السلطان الزنقه 43، هنا فين ساكنين درب السلطان، درب كبير الزنقه 43، تما فين كانوا ساكنين. والناس اللي تبنوني كانوا الجيران ديالهم، كانوا كارين تما. الام اللي تبناتني كانت كاريه بيت، وكانت تما فاش كانت ساكنه مع تما فين تبناتني. وكانوا عندها انا في كانوا عندها ديك الساعه غير 5 الخوت ديالي اللي بالتبني، كانوا عندها وعدت ولدات واحد اخر مورايا. مزيان، هنا دابا غتمشي معايا على كيفاش هاد الام بالتبني توصلتك للام ديالك. هذه دغيا الحمد لله تيسرات عرفتي الام ديالك. امتى 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 داتك عندها؟ امتى عرفتها ولا امتى داتني عندها؟ امتى عرفتيها وداتك عندها؟ امتى من عرفتها عندك شي 10 سنين؟ لا عرفتها عندي 16 عام. عرفتها عندي 16 عام، واحد النهار كنت كنقرا ديك الساعه، كنا شادين العطله، كانت عندنا العطله ديال الصيف، وكنت غنطلع للسادس ديك الساعه. جات بالام ديالي، جات هي والاخ ديالي. اشنو السبب باش غتجي الام ديالي والاخ ديالي؟ الام ديالي ديجا عاطيه الاخ ديالي الكبر منها الخيريه. جا داك الاخ ديالي بقى كيسول، تعرف الام ديالي، الام الحقيقيه ديالي عرفها، من يعرفها كاين اخ اخر كبر منه،
قال لي راه عندنا ختنا اخرى ملي تعرفوا هذا، قال لي راه عندنا ختنا اخرى، قال لي فين هي؟ باش الرائعه ما يستوعب معنا دابا هاد الام اللي عطات خوك نتيا اللي كان في الخيريه، واش كدوي على الام المتبنيه اللي متبنياك؟ لا، الام الحقيقيه ديالي هي اللي جا عندها ولدها من الخيريه، هو الاخ ديالي الحقيقي، الام الحقيقيه ديالي جا عند الام الحقيقيه ديالك بيولوجيه. جا عندها وقال لها، قالت لي راه كاينه اختك، قال لها بغيت نعرف اختي. قال لها بغيت نعرف اختي، هذا الاخ الحقيقي ديالي والام الحقيقيه ديالي. مشاو عند العمه ديالي، العمه الحقيقيه ديالي، الاخت الاب ديالي اللي كانت هي مدخله النهار الاول في هذا الشيء. قالوا لها راه بغيناك تورينا السيده اللي عطيتيها البنت، وهذه يعني ورينا كيفاش عطيتيها. قال نعتاتهم واحد السيد، قالت لي ما تشوف واحد السيد في كراج علال هو اللي غينعتكم في كاينين هاد الناس. وبقى خويا بغى يتغاوت مع ولاده، زعما قال لها علاش هاد الشيء وهادي، تغاوت مع ولاده عطاتهم 500 درهم باش يركبوا بحال يعني بالفلوس، سكتاتهم قالت لهم هاكو باش تركبوا سيروا قلبوا عليها. جاو عندي يعني ركبوا، بقاو كيسولوا، حنا مع الناس اللي ربوني معروفين في الدكاله، بقاو كيسولوا عليهم. الوقيت اللي وصلوا عندي وصلوا مع ديك 11 ديال الصباح، يعني راكبين في الليل وصلوا مع ديك 11 ديال الصباح. قالوا لي يعني الشبه ديالي انا مشهم، كان هذاك النهار صعيب عليا بزاف، هذاك النهار هو الصدمه الوحيده اللي بقات عندي في حياتي، كان عندي صعيب بزاف. جاو كنطلع عيني كنلقى الشبه، الاخ ديالي كيشبه ليا والام ديالي الحقيقيه كتشبه ليا، كنطلع عيني كنلقاهم يعني كيقولوا لي راه عنقني خويا. قلت لهم دابا عاد جيتو كتسولوا فيا، دابا عاد يعني دابا عاد وصلتوا ليا، دابا عاد جيتو كتسولوا فيا. صافي دخلوهم الدار ديالنا، دار الدكاله، دخلوهم الناس اللي تبنوني دخلوهم، وهادي بقاو داوين معاهم. الاخ ديالي بغى بحال بغى يديني معاه، قال لي الخال ديالي ما يمكنش، وانا ما بغيتش، انا ما بغيتهمش، انا من الشوم رفضت انني نشوفهم، رفضت انني نجلس معاهم، ما بغيتهمش، ما ولفتيهمش. صافي حيت ما حليتش فيهم عيني باش غنعرفهم. صافي جاو بركوا معانا ديك النهار العشيه، مشاو بحالهم، خلاو لي تليفون قالوا لي باش تعيط لينا، مشاو بحالاتهم. جات الام الام اللي رباتني، عيط لها خالي من العيون، قال لي ها هي كانت مشات العيون خدامه تما، خدامه علينا حنا، قال لي ها جي راه كاين وهاكين، راه يعني امينه، هما كانوا مسميني فوزيه، يعني امينه راه جات، راه عائلتها جاو كيسولوا فيها. دابا هذا دابا نرجعوا لفوزيه، شكون اللي سماك فوزيه؟ سموني الناس اللي رباوني سموني فوزيه. وهاد امينه منين جبتيها؟ انا نعاود لكم القصه كيفاش جبت امينه. صافي جاو جات الام ديالي يومين ديال الطريق، ما طولات جات قالت لي انا غنجي عندك، الام اللي رباتني جات قالت لي يا شوفي بنتي دابا شنو بغيتي؟ بغيتي والديك، انا ما منعكش منهم، سيري عندهم، بغيتي تمشي معايا لعيونتك ملي قريتك تم تمشي تم. قلت لها نمشي معاك، مشيت عامين وانا تما، يعني ما كنجيش للداخل، لدرجه ان كانت عندي صدمه قويه، يعني قريت السادس والسابعه تم، ولكن القرايه ما بقاش كتدخل ليا لراسي، ما بقيتش بغيت نقرا. صافي حيت كانت عندي صدمه. العام اللي غندخل فيه راه قلت لكم قبل، قلت لكم جيت على حساب الفرح ديال اختي، كانت الاخت ديالي الفرح ديالها وجيت، وجات الام ديالي وهذا، ولكن انا ما كنتش مسوقه. اختك من الام اللي مربياك؟ اختي من التبني، حيت انا اللي طفله عند الام الحقيقيه ديالي، الاخت ديالي من التبني. جينا حضرنا، عيطوا على الام الحقيقيه ديالي باش تحضر لديك المناسبه، جات حضرت، ولكن انا ما مسوقاش لها، ما فهمتش يعني ما حليتش فيها عينيا. صافي ما دخلش لي ديك الفكره، راه ام الحقيقيه ديالي هذيك. صافي واحد الوقت بقاو هذوك الناس اللي رباوني كيقولوا لي كما كان الحركه تبقى امك سيري وهذه، يعني دخلوا لي شويه، دخلوا لي، مشيت عندها، مشيت بركت معاها. انا ديك الساعه باقا ما مصايباش ورقيه، باقا ما عندي حتى شي ورقه، باقا ما محطوطه لا في حاله مدنيه لا في حتى شي حاجه، ما عندي. مشيت عندها باش غتصايب لي، قلت لها دابا ما عنديش تصايبي لي ورقيه وهذه، صايبات لي. مشات المولاي الحسن وجبدت فاش تزاديت الارشيفات القدام، جبدوا لها فاش تزاديت طلبات الناس، جبدوا لها فاش تزاديت وهذا، صايبات لي لاكارت ديالي وورقه بالكنيه ديالها، يعني خديت الكنيه ديال الوالده الحقيقيه ديالي بالكنيه ديالها. دابا الصورة فهمناها مزيان. دابا باش نكمل لكم، وانا الاسم ديالي فوزيه، ومني حطيت الوراق حطيت امينه، انا الاختيار ديالي اللي حطيت امينه. انا الصوره واضحه. دابا هنا كان عندك سؤال، هذه الام البيولوجيه امك كما الحمد لله تفاعلت معك الله يجازيها بخير، درت لي عليها وصوبت معك الوثائق وليتي ضابطه الامور مزيان. السؤال اللي قلتي لها بغيت نعرف الاب، غادي تشرحي لي شنو قالت لك على الاب والمعلومات اللي عندك باش نعرفوا اللي انت الان ما وصلتيش للاب، يعني عاودي لي من السؤال ديالك على الاب. قلت لها بغيت نعرف الاب ديالي، كان ديك الساعه كانت باقا جدايا لي، الام ديالو كانت باقا حيه ديك الساعه، قلت لها ديني يعني بغيت نعرفها. بقينا اليوم غدا غنمشيو، اليوم ما مشيناش، ما يعني توفات. الاب ديالي ما كنعرفوش امتى كيدخل، كنت ساكنه ديك الساعه الوالده ديالي ساكنه في درب كبير، يعني قريبه ليهم، حنا في 37 هما في 43. بغيت نمشي، ملي كنمشي كنلقى واحد العم ديالي، العم ديالي اللي مختل عقليا، يعني ما كيعطيني حتى شي وسيله ولا شي حاجه اللي غنوصل ليهم، ما عرفتش. يعني قلت لها، سولتها قلت لها راه بغيت نعرف، وهذه قالت لي
راه وراتني يعني وراتني الدار وراتني فين ساكنين وراتني كل شيء. مشيت انا وياها، مشيت مره واحده، مشيت عند السيده المراكشيه اللي كانت نهار الاول مدخله في هذا الشيء، كانت باقا ساكنه كاريه عندهم. مشيت عندها قلت لها راه كاين وها كاين، حاولت تقول لي صافي سيري الا بغاك الاب ديالك هو غيسول عليك. هذه هي اللي قالت لي، هذه باش خلاتني نسكت. هذا العنوان ديال الاب ديالك فين كاين؟ درب السلطان زنقة 43، هذه تما فين كاينين هو، هو الاسم ديالو هشام، الاب ديالي الاسم ديالو هشام، وصافي هذاك الشيء اللي درت. انت ملي مشيتي لعند العائله ديال الاب ديالك مشيتي لعندهم انطلاقا من هذه العمه، ما كاينش اللي بغى يعطيك الخيط، ما كاينش اللي بغى يوصل ليه الرساله بانه راه كاينه بنتك وبغات تشوفك وبغات تعرفك؟ كيقولوا لي الناس يعني هاد الجيره اللي كانت مدخله ولقيت الاخ ديالو، الاخ ديالو قال لي انا ما عندي ما ندير لك، ولكن هو اصلا مختل عقليا يعني ما عرفش مين. هذا شكون هو؟ العم. العم، الاخ ديال الاب ديالي. واخا من غير العم ما كاينينش عمامات اخرين، ما كاينش ناس من قرابين اللي عندهم صله مع الاب البيولوجي يقدروا يوصلوك ليه؟ ما وصلتيش هنا؟ كاينين العمات ديالو ولكن ما عرفتهمش، ما وصلتش ليهم حتى ما عرفتهمش. كاينه العمه ديالي وراتني انا، عتات لي الوالده ديالي فين ساكنه، وبغيت اللي مشاو عندها النهار الاول ونعتاتهم ليا في نعتاتهم هما في كاينه، انا بغيت نمشي عندها ولكن خفت ان ما غاديش، حيت هي تهربت من هذا الشيء وما غاديش تبغي توقف معايا. هذا هو هذه العمه اللي هي اخت هشام. اللي هي اخت هشام، الاسم ديالها سميره، هي اخت هشام، هي اللي كانت اصلا هي حتى هي كانت داخله في هذا الموضوع ديال ان نتعطى، هي كانت داخله في هذا الموضوع. دابا الهم ديالك انت تعرفي الان؟ انا الهم ديالي بغيت نعرف الاب ديالي، انا كنطلب منه، انا راه ما بغيت منه حتى شي حاجه، انا بغيت نشوفه، انا بغيت نقول مره واحده بغيت نقوله مره واحده في حياتي صراحه، ما كنطلب منه حتى شي حاجه. وانا دابا عندي بنت وام ما خاص يعني الحمد لله، ولكن بغيت الاب ديالي حيت محتاجه لي. انا عرفت الام ديالي وعايشه معاها والحمد لله، يعني داك المشكل وقع انا عادره على داك المشكل اللي وقع، ولكن بغيت واحد ربي انا بنته، هذه هي اللي كنطلب منه في مكان كيف ما كان يكون، انا بغيت يكون يعني كيف ما كان، بغيت الاب ديالي مره واحده، هذا الشيء اللي كنطلب. وكنشكر المغاربه وكنشكر خويا يوسف اللي وقف معايا في هذه القصه، كنشكره بزاف، وكنترحم على الام ديالي اللي تبناتني النهار الاول الله يرحمها في هذا النهار، والناس اللي ربوني راه نتوما نتوما عائلتي وما غاديش ننساكم صافي. يعني هذه باغا الاب ديالي محتاجه لي، محتاجه لي ولو مره واحده، ولو يجي وقف مره واحده يقول لي انتي بنتي، هذه اللي بغيت، ما بغيت منك حتى شي حاجه، ما بغيتك ماشي زعما تقول حيت انت خارج المغرب بغيتك تعطيني، ولا بغيت ما بغيتش منك والو، بغيتك تكون الاب ديالي مره واحده. انا البنت ديالي عمرها 6 سنين وسولاتني قالت لي ماما ما عمرني شفت باباك، باباك سميتو ما قدرتش، بنتي يعني بنتي اللي انا اللي ولدتها ما قدرتش نجاوبها، ما قدرتش نواجهها وما قدرتش نجاوبها اللي هي بنتي، ما قدرتش. عاودي لي العنوان. ها العنوان ديال الاب ديالي، الزنقه 43 في درب السلطان، درب كبير تما فين ساكنين هما، عندهم الدار ديالهم تما. يا ربي هادشي اللي غنقول لهم، يا ربي القصه ديالك واضحه. مشاهدينا الكرام، هذه هي قصه أمينة 29 سنه. يعني غادي نبسطوا في الموضوع، ايمان 26 سنه ضحيه اش، أمينة 29 سنه ضحيه اش، الهدف الاسمى دارت هي وليدات، الامنيه ديالها انه تشوف الاب. ناس ضرب السلطان ذكورا واناث، المغاربه بشكل كبير في المغرب وخارج المغرب. ارجوكم، انا غنوضع رقم الهاتف ديال اخت امينه، نساعدوها كما ساعدنا ايمان، الفضل ديال الله عز وجل ومجهود المغاربه، وقدروا يوصلوها رغم المسار الصعب اللي دوزنا مع ايمان. دابا عندنا امينه، لما لا انه تكون صله الرحم، توصلوا لهذه الرساله الأب هشام، هذه الابنة ديالك باعتراف الأم البيولوجية اللي كانت خدامة عندكم في الدار. كما قالت، ما اللي فات فات، ولكن صلة الرحم لازلنا في الدنيا. أرجوكم وصلوا لهذه الرسالة، ونحن على تواصل دائما مع الأخت أمينة من أجل الوصول المبتغى والهدف. لما لا تكون عنده شي صلة وصل، سواء انت ولا كان مزوج ولا عنده وليدات، يتواصل معاه في الهاتف وتسمع كلمة بابا كما قالت، ولا تسمع كلمة الأب ديالي باش ترضي الخاطر ديالها، ترتاح أكثر. الأم عرفاتها ما حقداتش عليها، ساكنة معاها. الشكر الجزيل بالرحمة رب العالمين اللي ندعيو مع ديك السيدة اللي رباتها أحسن تربية. والآن لازلنا في موضوع الأب، هو موضوع النقاش. أرجوكم بحثوا بدقة في الموضوع ووصل الرسالة لهشام اللي هو الأب البيولوجي البيولوجي ديال أمينة حسب التصريح ديالها. سوف نبقى دائما إن شاء الله على تتبع هذا الملف، وسوف نوافيكم دائما بالجديد في حالة إلى توصلنا الجديد.
الهاتف ديالها راه كاين وسط القناه، وفي الاسفل بلاصه التعليقات كيكون الهاتف ديال المغرب نيوز اللي انا بشكل مباشر كنجاوب عليه. ارجوكم ساعدونا ان هاد البنيه دي ترتاح اكثر، هي الان تدرف الدموع وهاد الدموع حارين كما كنقول، الهدف ديالها انه تشوف الاب ديالها. مجهود الله، مجهود المغاربه امر من الله، ومجهود المغاربه قادرين انهم يحلوا لغز هاد الملف، ما فيش صعوبة كبيرة بحال قصة إيمان، ولكن أمينة الأمنية ديالها أنه ترتاح تعرف الأب ديالها. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.